مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بك نهتم، الذي يلقي الضوء على قضايا كبار السن. مستمعينا، التقنية وسد الفجوة بين الأجيال، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع المهم الدكتورة حياة يوسف ملاوي، رئيس مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية المسؤولية الاجتماعية، وكذلك المؤسس والمشرف العام على المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العربية. مرحبا دكتورة حياة. يا أهلا وسهلا، مرحبا فيكم، مساء الورد. حياكم الله. في البداية، ماذا نعني بالفجوة الرقمية لدى كبار السن دكتورة؟ يعطيك العافية. أولا، التقنية أو التقنية بكل أنواعها هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وسهلت التواصل، وسهلت أنه نحن ننشئ قنوات جديدة للتفاعل الاجتماعي ما بين كبار السن وأفراد المجتمع، وأنه يكونوا على اتصال أوسع مع العائلة. فهذه الفجوة الرقمية، يعني تعرف تغير الأجيال والتطور التكنولوجي اللي الآن حاصل، سبب هذه الفجوة إنه الشخص أو كبير السن ما يقدر يستخدم الإنترنت، أو إنه حتى طريقة استخدامه بطريقة مختلفة. هذه كلها تعتبر فجوة رقمية، وإن هو ما يقدر يستخدم التطبيقات اللي توفرها الدول والوزارات حتى يحصل على خدمات أفضل وأسرع. طبعا هناك من فجوة الرقمية ربما تكون فجوة عميقة، وبعضهم ربما أقل. هل هناك أنواع، هناك تفاوت بين الفجوات؟ نعم، عندنا أول نوع اللي هي الفجوة مثلا تكون في أشخاص بالأصل ما وصلتهم التقنية من كبار السن ولا سمعوا عنها تقريبا، فهذه تماما عندهم الفجوة بالأصل، مش فجوة شيء كبير مرة. فهذه إشكالية، عشان كذا الآن الاتحاد الدولي للاتصالات وما إلى ذلك يسعوا لهم هم يسدوا هذه الفجوة، ونجدها أكثر في الدول الفقيرة حقيقة، لأنها هي تحتاج استثمارات باهظة وتكلفة وبنية تحتية. هذا نوع. النوع الثاني، نقص المهارات في أنهم هم يستخدموا، ممكن كبير السن عنده هذه التقنية، عنده الإنترنت، لكن ما يقدر يستخدم هذه التقنية. فتقريبا يمكن الاتحاد الدولي للاتصالات يتكلم عن الفجوة الرقمية لدى كبار السن في حدود 40 دولة، أكثر من نصف كان من كبار السن ما يعرفوا يرفقوا يعني ملف واحد في رسالة أو بريد إلكتروني واحد. فهذا نوع من أنواع، يعني هو عنده في التقنية بس ما في المهارة. والنوع الأخير اللي يمكن إحنا موجود في دولنا، يعني إحنا الحمد لله دولنا الخليجية والمملكة الحمد لله الإنترنت متوفر في كل مكان، لكن هنا الاستفادة من هذه التقنية الرقمية، فهذه نوع ضرب النوع الثالث والمهم واللي احنا لازم نركز عليه، ما يعرف يستفيدوا منها التطبيقات بأي كان نوعها، والإنترنت ما يقدروا يستخدموا بطريقة كويسة. وهنا سؤال دكتورة، مدام كما تفضلتي الإنترنت موجود في كل مكان حتى في الشوارع، ما الذي يمنع كبار السن، ما الذي يعوقهم عن استخدام التقنية؟ أول شيء الثقة بالنفس لدى كبار السن. ساعات كل ما انخفضت ثقة كبار السن بأنفسهم إن هم ما يقدروا، يعني إنه أنا التقنية شيء جديد وأنا كبير سن ما أقدر أتعلم، فكان هذا عائق. يعني حتى في دراسات أجرية لبعض من كبار السن لاحظوا إنه ثقتهم بنفسهم منخفضة تجاه التكنولوجيا، ما يقبلوا عليها، فكان هذا نوع من أنواع العوائق. حتى المسن يقول يعني إنه أنا يوم أجي أتعلم أكيد ما حكون متقن، أكيد إنه مثلاً يمكن تلاحظ الآن إحنا لو نعطي أي كبير سن مثلاً يشوف الجوال أو الشاشة، ممكن بالغلط إصبعه يجي على الشاشة يدخل في تطبيقات ثانية، البعض منهم يرتبك. فإحنا دورنا هنا كأشخاص أو كجيل إحنا نبين لهم إن الأمور هذه عادي، ونعلمهم هم كيف يستخدموا، نوجههم كيف يستخدموا هذه التقنية. أول عائق. العائق الثاني، بعضهم يخاف إنه مثلاً أنا أمسك الجهاز ممكن يطيح مني، ممكن ينكسر، ممكن تصير فيه مشكلة فأكون أنا فيها السبب، وبالذات لو كان مثلاً الجهاز مش هو ملك لكبير السن، ممكن ابنه أو حفيده أو شيء من ذا القبيل، فكان الخوف عائق. وبعضهم اللي هو الأداء البدني لكبار السن، النواحي الصحية مثلاً، وضعف البصر، الكتابة اللي تساعد في بعض التطبيقات مهما تكبرها
تكون التطبيقات كتابتها صغيرة، فنتيجة التغيرات في الإبصار هذه تأثر عليهم، وكذلك الأزارير الصغيرة اللي قد تكون برضو مرت عليك. يجي كبير السن يضغط على بده يتصل على رقم الخانة جدا صغيرة حقت الأرقام فيروح على مكان ثاني، فهذا الأداء البدني برضو يكون يعتبر عائق. آخر نوع ولا جدا مهم العائق اللي هو آخر سبب ثقافتنا إحنا وطريقة اتصالنا. كل ما كانت في المجتمع ثقافة الاستخدام كبار السن ونشرها اللي هم كيف يستخدموا الوسائل التقنية هذه ووسائل التواصل تسهل عملية دخولهم في عالم التقنية، لكن كل ما إحنا كمجتمعات جينا انغلقنا عليه وقفلنا عليهم ونقول لهم لا أنت ما تحتاجوها، أنت كبير سن إيش تحتاج يعني أنت تطبيق أو إيش تحتاج بالجهاز أو إيش تحتاج بالسناب شات، هذه كلها تؤثر يا يعني إنه سلبا أو إيجابا حسب المجتمعات اللي يكون متواجد فيها كبير السن. صحيح، يعني نجد الكثير للأسف يعني يقول في هذا العمر تدخل مثلا سناب شات أو في هذا العمر، فبعض الناس فعلا ربما يرون أن كبير السن يعني فقط يجب أن يكون له مهام محددة لا يخرج عنها وأن يبتعد عن هذه الأمور، هذه طبعا من الإشكاليات. الآثار السلبية دكتورة لهذه الفجوة لدى كبار السن، يعني ضعف الثقة في النفس يسبب كما تفضلتي عدم اقتحامهم عالم التقنية، وعدم أيضا دخولهم عالم التقنية أيضا يقلل من ثقتهم بأنفسهم، ف ماذا عن الآثار السلبية لهذه الفجوة الرقمية سواء كانت هذه الآثار النفسية أو غيرها؟ جميل جدا. أنت لاحظ في خلال جائحة كورونا كثير من التطبيقات كثير من الوزارات يعني على طول توجهت إلى التقنية، تمام؟ هذه الفجوة كثير من كبار السن ما استفادوا من بعض الخدمات الحكومية اللي تقدم عن بعد، أو حتى التطبيب عن بعد لازم بمرافقة شخص ما، فنجد أنه أول أثر اللي هي العزلة الاجتماعية. كبار السن يجدوا نفسهم معزولين عن الناس اجتماعيا، ليش؟ كل اللي في البيت شباب وهم جالسين على الأجهزة ويستخدموها ويدخلوا مواقع ويدخلوا برامج التيك توك وغيرها، فهم انعزلوا ما هم قادرين يدخلوا هذا العالم. الشيء الثاني أنه هم يتخلفوا عن كبار السن يتخلفوا عن بقية أفراد المجتمع في أنهم هم يمتلكوا الوسائل والقدرة على أنهم هم يوصلوا للإنترنت. ترى الأمور سهالات، وأحب دائما أن أقول اللي يقول كبير السن ما يتعلم على التقنية أقول له لا جرب حتلقى أنه هو ينجح. صحيح النسب تختلف، لكن في النهاية يمكن جائحة كورونا خلت كثير من كبار السن يستخدموا الأجهزة حتى برامج الزوم وما إلى ذلك، فإحنا نقول إنه لا تخلوهم يتخلفوا عن الركب، هم جزء من منظومة المجتمع وجزء أساسي في تركيبة المجتمع، خلوهم معانا. آخر شيء إنه هو يعني يصبح كبير السن يعني محروم من حقوقه، أبسط حقوقه إنه هو يطلع عن أحدث الأشياء الموجودة من حوله، إنه هو يتواصل مع أحفاده مع أبنائه مع المجتمع الخارجي، إنه هو يجري عملياته بنفسه، ينحرم منه عشان هذه الفجوة الرقمية. صحيح فعلا، موضوع مهم والحديث جميل والحديث يطول عن هذا الموضوع لكن الوقت انتهى. شكرا لكم الدكتورة حياة يوسف ملاوي رئيس مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية المسؤولية الاجتماعية والمؤسس والمشرف العام على المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العربية. بك نهتم على إذاعة الرياض.